الله مقسوم خير. بسم الله. يا الغليم هذا وين راح عبد الله؟ تعال تعال. ما شاء الله ما شاء الله. حطوا بهذا بهذا. وش هالدنيا ابو ملوح؟ تبي تسوي حراج ابو ملوح انت؟ لا هذول طال عمرك جايبهم من هالمدرسه، يتخبروا فتحوا هالمدرسه اللي عندنا مهنه كبرى ولا من طلاب، ويوم جيت يا مر هالفصول كلها اثاث وطاولات وكراسي ولا من احد، قلت نستفيد منهن على ما قال ناخذهن نحتاجهن نبيعهن ولا نتصرف بهن يعني بدل ما يخربن هاللون. يعني وعلشان ما ابو طلاب تبي تاخذهن انت؟ ابن الحلال وش يسوي بهن؟ خليني يخربن. حبيبي يا حبيبي هذا مال عام، لو كل واحد مثلك قام ينهش وياخذ من هات سندجة الدنيا. عام ولا غرقان؟ يا رجال لا تشغلنا بس هذا حلال على ما قال. ما تخلون انت ما بد سبحان الله تحسدون الواحد الله يدفع البلاء. وش لك على ما قال خشب يبي خرب تبتاكل الارض. وش يحلوا لك يا ابن الحلال؟ ما هو لك هذا. حول ولا قوة الا بالله، لا تشغلوني يا جماعة الخير. انا وش اقول لكم انا؟ هذا يبي خرب يا اخوي، انت ابو وش هالحسد هذا ليه؟ العمده جاكم يا هلا يا هلا يا مرحبا والله بالعمده. والله هاي العمده. هلا والله هلا هلا. سلم على عمدته ويا سلم. يا هلا يا هلا. يلا حيو. وشلونك عساك طيب؟ يلا حيو. وش رايدح؟ هلا 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 يا هلا يا هلا. هلا بالعمده. هلا هلا. ما شاء الله محمد يا حبيبي. يلا حيو. بسم الله. ايوه يا مرحبا. بشر يا طويل العمر. عساه ما هي زيارة قصيرة. هذا مش بلا وقام يفور الله يدفع البلا. جماعة الخير تكفون، لا حد يجيب كلمة قصيرة. امسكوا امسكوا جودوا. العمدة حساس، لا حد يجيب كلمة قصيرة. نبي نحاسب منها. احنا نتمنى زيارة طويلة طويلة يا طول العمر. اويل ولي عظم. هذا مش بلا. هذا اكتنبوه جيران يا ولد. معليش معليش يا شباب، بس انا لازم انفض طاقتي. لا لا معذور معذور يا طارح، قلنا لك يا طويل العمر. ما شاء الله ما شاء الله. بلاه ما ادري ايش بلاه. العمدة جايكم اليوم عنده كلام من مهم حول الحارة. تفضل يا طويل العمر. المهم يا شباب تفضل. طويل اليوم انا جايكم نبي نظبط حارتنا. اسلم. ونبي نبني فيها حديقة للعيال. صادق والله يا طويل العمر، العين بصيرة واليد قصيرة، وش نسوي؟ جبت العين. وش بلاو جاو بلاو قام ينتفض. اي جبت. لا تجيب يدك يدك طويلة طويلة تنبل خير يا طويلة. لا 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 احسن يدي 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 يا ولد احسن. ما لا عسوسة. معليش معليش يا ابو شريدح معليش، بس انا هديك. لازم انفض طاقتي. لا لا تمون تمون يا الغالي ستر، تقول شنو تمساح الله يدفع البلاء. اذكر الله اذكر الله. ما شاء الله ما شاء الله يا طويل العمر. ما شاء الله ما شاء الله. بس ان العمده يعني يقول المشروع ذا طيب، وش رايك ابو شريدح بالمشروع؟ وش بيسوي هو؟ وش المشروع اللي بيسويه؟ اقول لكم نبي نسوي حديقه يلعبون فيها الوراعين بدال هالبيت محبوسين فيه. والله يا الربع ان العمده كلامه ممتاز. صادق صادق. خل هالحين تبي تحطون طال عمركم مراجيح ومزاليح وما ادري وهذول يبي يكصمونهن هالوغدان، واستفيد منهن انا يا عمكم باتر ابيع لهم حديد بالوزن. بس انت يا طويل العمر قلت لنا من زمان انك تبي تسويهن ولا شفنا شيء، احنا فلوسنا راحت ولا شفنا شيء. ما ايش؟ لا 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 تعود الشيطان يا طويل العمر. احلم انت تتهمني ان انا سارق فلوسكم؟ استرح استرح استرح. لا لا يا طويل العمر يا طويل العمر، انا ادري نيتك صافيه ولا عندك مشكله، ما شتت بذمتك. حنا انت نيتك صادقه، لكن هذا يقول نبي المزاليح وهذا نبي نستفيد منها. يا جماعه الخير عينوا خير عينوا خير عينوا خير، تعوذوا من الشيطان والامور ان شاء الله كلها متيسره. لا تصيرون هلو المزاليح وهذا كله مال عام، ما هي ملكك ولا هي ملك العمدة علشان تستفيد منها. هالحين بسألكم يا الربع كلنا نشوف بعيوننا، هالحين هالحدايق اللي تحط هذه يحطون به مراجيح ويجون عيالي وعيالك وعيال الثاني ويكسرونهن، واخذهن انا واستفيد منهن. بس ما هو من حقك. يعني انا هالحين ادفع وهل الحين يدفعون وتروح تبيعهن انت سكراب بس هاللون؟ وش نسوي يا ابن الحلال؟ خل نستفيد يا ابن الحلال، شك والله هذا شيء يبي خرب. ما لنا اصلا. شلون؟ ومن اللي قال كذا؟ اسمع العمده شو يقول. صدق؟ ليه وش المشكله؟ هذا انا هاشف جيب من هالكراسي وهالطاولات هذول ما هن لحد، قلت نستفيد منها. ومن قال لك انك تاخذها؟ حول ولا قوه الا بالله. عاش العمده.
الحين بتجلب علي، احد يستاذن بحلال وانا مساهم بالمدرسه هذه، مدخل عيالي من ضمن الطلاب، ولو ما دخلوا عيالي وكثروا الطلاب كان مبطن مسكرت من المدرسه، يعني هذول الحلال من عليك. انك تاخذهم ومن مين مستاذن اصلا؟ صادق حول ولا قوه الا بالله. اقول انا يا طويل العمر ثوبي قصير قصير. جبت العيد جبت العيد. خلوا يا عمده بس ناوي نطول طال عمرك. عارف ازر حقه بس بعد برجع بقصره. خلوا اسمع انا بروح برجع هذول، انت اسمع. وان قام العمده قبل ارجعهن والله اني لا ادفنك بحوض هالدلسه. اسمع يا عبد الله تعال ولدي تعال بنشيل هذول نوديه. تعال ودهن رجع للمدرسه. هذا الحسدان هذول الله يدفينا شرهم. زحلجنا اي والله. ها خذ خذ حلال العمده العمده. هذا الاشواق هذا الله يطول عمرك. انا عرفت الشفره حقته. اضبط يدي خلوا يوقعوا. الله يقصر على ما قال الشر. اقول انحاشوا قبل يقول هجوا انحاشوا. قصيره يا طول العمر قصيره. اصبر اصبر خلنا شغله يا عيال. لا 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 اصبر 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 خلوا لا قام يعطها الخطبه. يلا انحش طويله طويله هج انحش انحش. حاره 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 ابو ملو.